عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيفك؟ بخير والحمد لله. وأنت؟ الحمد لله. وأنت منيحة؟ منيحة. راح لك الارتباك؟ راح. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. شو أخبارك؟ أخباري زينة. الحمد لله يا ربي. ربي يدورها. شكلك لابس أورنج. أنا قلت اليوم رويدة لابسة الأحمر، سألبس الأحمر معها، ودلالة على الحب والرومانسية والوفاء. هذا مش أحمر، هذا برتقالي. إيه البرتقالي هو القلب يأتي برتقالي، ما هو أحمر. شوفي القلب اللي فوق رأسك. قصدك لا أنا اليوم والله أسود لابسة. ليش لابسة الأسود؟ أنت حزينة؟ بس أنا جاء على بالي يوم ألبس أسود، ما أدري ليش لبستي الأسود؟ ما يجي عنك الأسود؟ أسود ملك الألوان. ياه ليه سميت الأسود؟ معروف يقول لك ملك الألوان، الأسود لون أنيق وجميل. أنا قلت أنا عندما رأيتك لبس الأسود قلت رويدة حزينة عني. ليه بعيد الشر عنك؟ شو صار؟ صار معك شي مش مليح؟ يعني عندك مدة ما رأيتيني، قد توحشتيني. أنا كنت أنتظر هذا هو ردك. أنت البارحة أنت غبت، ما في أنا غبت البارح. نعم أكيد كنت تعبان كثير. الله يكون بعونك. والله كنت تعبان، غبت أنا هذيك غبت، كنت أستريح شوي. وما كان عندي مستاش. يوم مشي المستاش، المستاش يعني أنا أعرف المستاش اللي هو هذا. لا المستاش الذي نأكله دائما وأبدا. خلص من عندك؟ خلص من عندي، ما عندي وما عندي فلوس. ما عندي فلوس. كيف أبعث لك مستاش من أمريكا؟ كيف؟ لا ما عندي فلوس لأشتري. لا تمزح معي. صاحب الدكان قال لي ما نزيد نعطيك لأنك كثرت عندي الكريدي. قلت له ما في مشكل. صدق؟ ما فهمتك. من جد ولا عم تمزح؟ أحكي عن جد رويدة، ما بك. أنا ما بمزح. يعني أنت ما عندك مستاش؟ ما عندي مستاش والله، ما عندي والله. الله غالب. لكن كما نكش المستاش ماني راح أموت. هو جد سعره؟ ها؟ أدي سعره يطلع 200,000 دولار. 200,000 دولار؟ شو صار؟ ذهب هو؟ قطعة أرض؟ والله ما على باليش. حالي دير أجمع البليون وزيدوا شوية من عندكم، قولوا لها 500,000 للبليون. قولوا لها شحال يدير للبليون. اكتبوا لي، أنا ما أعرف إخوتي، اكتبوا لي شحال يدير للبليون. أودي كيف تقول لي 240,000؟ قول لي يدير 1,700,000. 1,700,000 جزائري؟ نعم 1,700,000 جزائري. عمار جد 1,700,000 جزائري بالدولار؟ دولار؟ بالدولار. ايه 500 دولار. نعم لانه لا عندنا احنا غالي شوي، غالي كثير. انت تريدي ان تبعثي لي كيلو ولا زوج؟ يا بعد ابعت لك جنيه، يا كيلو ولا زوج؟ جنيه ابعت لك. تبعثي لي جنينه؟ لا جنيه. تعرف عشان جنيه تيغ جنيه. جنيه جايز. شو يعني جنيه بالجزائري؟ شو معناتها؟ انا ما انا عارفينها. تعرف الشوال؟ شوال؟ لا مو شوال.
ريموركا ريموركا شوالة شوالة بليون ما عرفها دلو 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 جونية جونية ما تعرفني جونية نو دلو ايه يعني شي شي كبير وعاء وعاء ايه ايه شي كبير 10 كيلو 10 كيلو ايه واكثر لا ترد بعد كيس كبير ابعث لهم فلوس وانا اشتري لا تتعبي نفسك ولا تثقلي الطائرة اكيد راح اكيد راح اقابل اجلك اياها منك راح يعفن الطريق راح ياكلوه راح ياكلوه الناس بالطريق يوصل لك هالقد انا ببعث هالقد يوصل لك هالقد لا لا ابعث لهم فلوس خير ان شاء الله ان شاء الله ابعث لهم لي فلوس وانا اعرف ماذا اشري وان شاء الله في شيء نتكلم عليه في شيء في المريفي ان شاء الله في شيء بدي اياك تنتبه عليه ما فهمتك رويدة ما تخلعيني افهمك بعدين افهمك في الريفي في المريفي يعني شغل يعني في الخاسر لا لا هو مو انا راح اتكلم لا لا في احد راح يتواصل معك ويكلمك يعني شيء ضروري في شيء ضروري اي شيء ضروري جدا حفظ منيح ولا مو منيح لا شيء منيح 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 جدا ولا ممتاز منيح منيح بالنسبة لإلك ممتاز جدا ايه ممتاز ان شاء الله اكيد بعثت لي الجاه رويدة ان شاء الله فيها خير إن شاء الله إن شاء الله فيها خير إن شاء الله رويدة اليوم أنا ما أنام ليش ما تنام خير؟ اليوم ما نرقد ليه ما ترقد؟ سألتني عنك واحدة من تونس باللايف أو باللايف وقالت لي رويدة نعم الناس قلت لها أكيد هي تفتح لايف ولا جيس طلعت معك طلعت لي في اللايف هاي يعني تفتح لايف كيف احنا فتكوك هون 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 معنا شو اسمه تكوك وقالت لي جيب لي رويدة قلت لها ما أجيبها أرادت أن تعمل فتنة بيني وبينك وأنا كنت فطن قلت لها لا رويدة ما تأتي هون زين انت يعني انت لسه قايل لي انه هي يعني تحبني صح كيف رادت تحبني وتعمل فتنة كيف يعني لعبتها تحبك يعني انت ما فهمتي قصدي ماذا اقول ايوه ها وهكا ها وما كيا أو كده عودك يا معاه ذكي ما شاء الله عليك تلقى طويلة الله يسلمك الله يسلمك رويدة أنا ما بحب عليك أكيد أنا كمان ما بحب أحد يتكلم عليك بظهرك مستحيل حفظك الله ونورك اللي يتكلم عليك بظهرك بقص له لسانه شكرا لك وأنا اللي أتكلم عليكي أصبر له لسانه أم بالك رويدة كل الناس مندهشين مندهشين؟ يعني ليش؟ كيف رويدة متعلمة وذات مستوى تتكلم مع واحد أمي لا يفقه شيئا ومعجبة به وهو معجب بها
كيف هذه العلاقة؟ يعني هم هكا يطرحون هذا السؤال دوما. ليش يعني هو اني اذا الله يعني كما قبيله كما قبيله وحده انا ندور في السبيره نقضي، وهي قالت لها وين صاحب رويده؟ والله كما نقول لك لا حبايبي، لا 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 ما يصير والله يعني تنفض علي صح؟ ايش معاك؟ اقسم بالله يا جماعه كيما نقول لكم ماني نكذب. شنو يعني؟ يعني اني لان بامريكا والحمد لله يعني عايشه عيشه الحمد لله نشكر ربنا. اوكي لا لا ما قالوا عنك كلام سيء، والله ما قالوا عنك كلام سيء. اسمعي اسمعي لا تقلقي لا تقلقي، انت بالك ما فهمتي ماذا اقول. لا فهمت، انت قاعد تقول لي انه الناس مصدومه ومستغربه شلون رويده تتكلم مع ابو جمعه. ليش رويده احسن من ابو جمعه بشو؟ لا عادي جدا هذه، انا بشوف مستواي مثل مستواك صراحه يعني كيف كيف. شكرا لك، انت متواضعه جدا. اقول لك الحقيقه، زمان في الزمان القديم والزمان الغابر كانت ليلى وقيس، تعرفي القصة؟ الله يا أسد صدق. ها؟ وهذا دومي الفانسانك رويدة وأبو جمعة. وفي المستقبل من هون على 70 و80 سنة بصير تحت التراب. نكون تحت التراب ويحكوا عنا كيف انطين طانيك شو اسمه؟ الله عليك قول اسمه. الفيلم تاع انطين طانيك تايتانيك كيف؟ تايتانيك كيف؟ حتى انا حنسى اسمها جماعة. فهمتوها كما فهمت انا؟ تخيلوا جايز طانيك تيك توك يصير يعني شيء قديم، شيء يكتبونه بالتاريخ. او ماي جاد، كان زمان اكو برنامج تواصل اجتماعي اسمه تيك توك، وكان اكو بنية عراقية وابو جمعة كانوا يفتحوا الايباد مع بعض. ايه لكن هم ويتفرجوها عبد الله، ويتفرجوها عبد الله. عبد الله يكون عجوز. واو يتفرجها عبد الله ويعيطوا له ويعيطوا له في وزارة الثقافة ويعطوه يعني ميدالية ويكرموه. حبايبي اللي ما مشترك بالقلب الاورنج اشترك عندي وعنده، تفضل عليك يا عمر. ميرسي. معانا ما ظل شيء ال 1 مليون، انت متحمس؟ ها؟ متحمس؟ انا كثير. انا شوفي انا كما يقولوا المراد، انا ما يطيح لي المراد، نطلعوا نفسي بنفسي. كيما الرياضي مع العضلات يطلع روحه، انا المراد تاعي ما نخليه يطيح، نطلع نفسي بنفسي. اكيد ايه، كي نكون ماني منيح اجلس وحدي لا اجلس مع احد. مثلي من اكون متضايقه احب اكون وحدي. لكن منا وجاي رويده، عندما تكوني متضايقه لا تقعدي وحدك، وانا عندما اكون متضايق لا اقعد وحدي، نقعد مع بعض في الخفاء ما هو في التكوك. ولا يقعد راحة العاشق الولهان في التلفون. كيف رويدة؟ رويدة قولي لي الحقيقة، ما يقولوا لك عني كلام مو مليح ويقولوا لك أن أبو جمعة يتكلم مع النساء وكذا وكذا؟ أصحاب القلوب السوداء
هاي وظيفتهم، يجيبون كلام ويودون كلام. يقولون لك، هم يقولون لك يكتبون بالتعليقات أشكال ألوان، بس أنا ما أقول. وفي المساجات. لا أنا بالمسج أنا مغلق، ما في حدا يقدر يراسلني، بس الأشخاص اللي أنا عملت لهم أبوني بس. يكتبون لك عني. بالخاص بالخاص ما حدا كتب عنك، والله حرام. انا في الخاص يكتبون لي عنك ويكتبون لي عليك عنك الا الكلام الجميل. اي والله لا ما حدا كتب عنك بالخاص كلام مش حلو صراحه. لا يكتبون لي الا الكلام الجميل. لايك يكتبوه بس انا وقالوا لي ما هو مساج، ما هو واحد، ما هو اثنان، يقولون لي نتمنى ان نشوف رويده في الجزائر، تزور الجزائر. أنا أقول لك والله ليش لا؟ وشوفي أنت إذا أوه طهراوي، طهراوي ارحب، الله يحفظك، الله ينورك. أنا ما بقدر أسافر وحدي، إذا أهلي حابين يسافرون معي إن شاء الله أجي، ليش لا؟ بس أنا ما بسافر وحدي، لأن بخاف يعني بنت تسافر لحالها. لا ما تخافي، أنا هون في الجزائر، لا تخافي شيئا. لا قصدي يعني بالطريق وهاي يعني الدنيا. لا تخافي، انت محاصره، لا تخافي. محاصره؟ ايه محاصره من شو؟ يعني محاصره يعني مؤمنه، يعني عندي بودي جارد. عندك فيري جود. نعم لا بودي جارد فيري جود، فيري جود. نعم بودي جارد. يا بودي جارد بودي بادي جارد. بادي جارد. ما دي جار. يعني انت البادي جارد؟ معليش ما دي جار، شو ما دي جار يا جماعه، وانا ني عارف تواو هاو قيل ان رفد الاصاك ولا شتي. يعني بادي جارد هاو قيل ان رفد الاصاك يا جماعه. يعني نحمل لك الحقيبة؟ لا 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 مو تحمل الحقيبة، لا لا. أنا لا أحمل الحقيبة. يعني حماية، حماية، تعرف يعني هذول مثلا عندك هذول ال قولي لي قولي لي يعني قردكور. قردكور قردكور قردكور. إيه قردكور. أنتوا عندكم قردكور؟ ها وقردكور هي. يعني عندكم المطربين والممثلين عندهم. يا وقرت كوراك يا المطربين والممثلين. ايه ما هو بالعاده الاشخاص المعروفه والاشخاص الناس يعني يكون عندهم بادي جاردز يعني يحميهم، فاهم؟ كيفي انا عندي قرت كور. انا عندي. انت عندك؟ ايه عندي اربعه. قديش بتعطيهم بالشهر؟ اعطوهم 200 دولار. وجمعه الكرم كله. لا اعطيهم، هم متطوعين في سبيل الله. ما تعطيهم الكوكب؟ انا حاميني ربي سبحانه. اكيد ونعم بالله. ربي سبحانه هو اللي حاميني، لا احد يحميني. إذا هذا الجارد كور يسلكني من الموت فمرحبا، إذا ما يحميني من الموت، إذا ما يحميني من ملك الموت، يعني ما يسموه جارد كور. هذا الشيء بإيد ربنا سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى، فهمتيني؟ أكيد. اليوم عطشان عم تشرب مي كثير. والله ماني نشرب مي، والله واحد قرعة أورجينا أعطاهاني واحد اسمه مصطفى، ديت كاس ليه مصطفى وميس الأرض البيضاء وصاحبه وحبيبه، بارك الله فيكم، والله يعطيكم الخير، والله يحفظكم، واللي شقيتوا وجيتوا عندي وصلتوا عندي حتى للواد، بارك الله فيكم، الله يعطيكم الخير، ومرحبا بخوتي.
فهمتي يا رويدة؟ فهمت. بعدين ونلتقي مع بعض ونتكلم كما قلتي لي. أنا أنتظر اتصالك. مو أهلي مو أختي. شكون؟ بعدين نقول لك ما يصير أسرار ما يصير تنحكي. معليه معليه مرحبا بيك. أنا عارف ما يجيني شي موش منيح من عندك. لا والله شي منيح، بس إحنا يعني حرصا وخوفا عليك فقط لا غير، والله العظيم. شكرا لك، بارك الله فيك وبارك الله فيكم على نيتكم الحسنة اتجاهي. وبارك الله فيك أنت وكل جيشك والله على رأسي. يجب عليك أنك تحيي جيشي. انا ما تحييني، ما عليه، مو مشكلة، بس انت الزعيم، انت يعني اي ليش شكرتك انت بالبداية؟ لان لو ما انت ما كان جيشك راح يجي، صح ولا لا؟ لو ما كان هذه معادلة يا رويدة، دخلنا في هذا الموضوع، لكن هذه معادلة يجب ان نتكلم عنها. لكن لو ما هذا الجيش ما اكون انا، صحيح ولا لا؟ صحيح. أيوة يعني من عرفني من خلالك أنت؟ أنا لو ما عرفك أنت. وأنا لو ما هذا الجيش، لو ما هذا الجيش وهذا الجماعة اللي كمسوني ويمرتاجوني ويتفرجوا عليا ويبغوني ويشتوني ويبغوا يشوفوني، أنا ما نبان. أنا طلعوني، اسمعي رويدة، أنا طلعوني الزواولة كيما أنا، الفقراء كيما أنا. أنا نقول لك، أنا متأكد وش أنا نقول. أنا طلعوني الناس البساطة كيما أنا. أنا والله ما كاش لي، أنا في حياتي ما كاش هذيك تاع واحد كيما نقولوا إحنا هو طلع لي كونت ولا دعمني، يعني مشي دعمني، يعني كيما نقولوا ذوك تاع اللي يقول لك أنا نطلع لك الكونت ولا أنا. والحمد لله انا طلعوني النساء، بنات النساء ورجال الزواوله كيما انا، اللي يبغوني يعني عجبتهم هاك، عارفوني باللي قليل وزوالي وانسان نبغي نضحك، نبغي هاك شغل نجمع نحكي، ما عنديش نيه خبيثه مع الناس وما عنديش سوء وجوه مع الناس. الحمد لله يا ربي انا هذا الجيش، يعني لو كما هما هذا الناس، يعني أنا ماني راح نبان. أنا علاه نقول أنا ما كان والو بلا بهم هما، يعني أنا اللي يبغيني أنا يبغيهم هما أكيد. يعني أنا مثلا رويدة، معليش ما تقوليش يعني شكرا بو جمعة ولا بارك الله فيك بو جمعة، والله ما نزعف، بس حلو كان تقولي جيش بو جمعة ولا تحيا الجزائر ولا كل الجزائريين ولا اللي وقفوا معايا ولا اللي كمسوني ولا اللي مرتجوني، أقسم بالله أنا نفرح. يا لو كان الأبغاء ما تذكريش ولا اسمي، اسمي اسمي هاك حرف من اسمي ما تذكريش، والله ما نزعف أنا، والله هاني نقول لك والله واحد بو جمعة والله، يعني كي تذكريهم هما أنا نفرح، والله صدقيني أنا نحكي معاك من قلبي والله. وانت يا بارك الله فيك، انا اني عارف هذاك النهار كنت شويه مرتبكه وكنت ياكا وكنت ياكا، نحسن عوني. عايز اسالك سؤال، انت اول يوم لك باللايف شو كان شعورك؟ اول نهار لك بالتيك توك عادي جدا، ما ارتبكت؟ انا ما عنديش هذه العقليه الارتباك، يعني ما توترت؟ عادي جدا. عادي؟ عادي جدا، يعني شاهدوك آلاف ما بتحس بشيء؟ ما وعلى شوفي نوصيك حاجة، لازم تكون عندك ثقة في نفسك، يعني ثقة بالنفس ساعات الواحد. اسمعيني ما لها علاقة. الحاجة الأولى يعني تكون عندك ثقة في نفسك، والحاجة الثانية يجب تكوني تميزي بين كما نقولوا إحنا الأعداد، يعني أعداد تاع شحال يحبوني
وشحال ما يحبونيش، يعني انا تبغيني 100 ويكرهوني زوج، لا ابالي. True. That's true. فهمتي ولا ما فهمتي؟ Yeah. واي اي واحد عنده منتقدين، واي واحد عنده ناس ما يبغوش وما يحبوش، يعني انا مانيش انا ما نقولكش بغيني بالسيف، ومانيش نقول لك علاه تكرهني، عادي جدا عادي جدا. تكرهني انت حر، تحبني نحبك، انت تكرهني انت حر، بصح انا بان اذيك ما اذيكش. ففهمتي؟ وزيد ما عند ناس ما تحبهم. اسمعي، والكره هذا منين يجي؟ يجي من الحسد ولا من الغيره؟ يعني ما يجيش من حاجه واحده اخرى. انسان بايكره انسان، يعني يا يغير منه يا يحسده، ما يجيش من حاجه واحده اخرى من دون سبب. ساعات يعني انا قلت لك هذه اديها كيما هكا، انا نحكي لك، انا اني عايش في وسط مجتمع، وعايش في وسط ناس، وفي وسط البشر، ونعرف شكون اللي يبغيني وشكون اللي ما يبغينيش، ونعرف شكون اللي في وجهي يضحك معايا ويلعبها يبغيني، وكي ندور من الجهه الاخرى الموس المنشار نعرفهم بالواحد. لكن صدقيني مازال ما قلتش الواحد في وجوه انت خبيث، ولا انت عندك زوج وجوه، ولا انت داير ولا عامل، مخلي كل واحد على قوسطه. بس بداخلك بتعرف. انا اعرف كل شيء، والله الا نعرف كل شيء والله، وكاين اللي قراب ليا، قراب قراب، وانا طالع عليهم هاك كي شغل راني هاك نشوف فيه. راني با نقول لك ويجوا يطلبوا المساعده مني ونساعد، وهو في الجهه الاخرى يمنشر فيا. راني با نقولها لك هذه والله قصه حقيقيه اللي نحكي لك فيها. يعني انت لازم تكوني مطوله بالك. اه والله اني اشكال اشكال ينكتب لي والله العظيم، لا ارد الاساءه بالاساءه ولا شيء، اني اسكت وخلص، ما يعني ما ارد، لان اعرف عندي ناس وايد تحبني، عندي كثير ناس تحبني، واكيد عندي ناس ما تحبني. لكن رويدة نحكي الحقيقه، نحكي الحقيقه، جزائريين يحبوك الأغلبية. نعم الأغلبية يحبوك، يعني لا تخيبي ظنهم. أنا ما خيب ظن أحد. لا لا أنا وصيتك فقط، أنا ماني ما ألوم عليك، ولا يجب أن تفهميني ماذا أقول، فهمتي؟ وإحنا الجزائري بالك ما تعرفيش العقلية، الجزائري يضحك معاك حنين، قلبه حنين لكن منرفز أو بالخف حتى يقول لك تمشي. اني تعرف اني ما كنت اعرف العقليه الجزائريه، شوي صعبه شوي صعبه. انا قلت لك شوفي الجزائري، شوفي الجزائري كيما يبغيك كيما يكرهك، فهمتي؟ الجزائري هو عملك الجزائري. شوفي جربي تربي الجزائري في مساعده، اذا ما ساعدكش يساعدك، والله كما نقول الجزائريين معظمهم حنان. هذه بانات مش اني نشكر، اني نقول لك بالدليل. المهم لكن كي شغل هما يحبوا رد الجميل، ثمثم في اللحظه نفسها. الجزائريين يحبوا اللي يشكرهم، كيما كي راح تخلصيهم كي تشكريهم ولا تعطي لهم دراهم ولا، لكن هما مثلا قالت انت رويده درتي فيا الخير، يعني واجب عليا نشكرك. هما هاك الجزائريين يحبوا رد الجميل. Yeah. وبكلمه طيبه، ما يعني ما مش طماعين ولا يقول لك هاك، هم الجزائريين عاملين هاك. لكن بس يزعل بسرعه، يزعل. اللي قلت لك انا قلت لك باللي مقودين، يوم مقودين يزعفوا بالخف، ما يطولش باله معاك بالخف يتقود الجزائري. الدقيقه دقيقتين قلت يا الله، يعني شوف اني يعني الناس تعرف اني كبرت وعشت حياتي كلها بأمريكا، صح؟ فأنا مش متعودة على هالعقلية جايز، والله العظيم يعني أول مرة
فهمت، بس شوي شوي جاي نتعلم هسه. انا عرفت. لا انا عرفتك في العقلية الجزائرية، وقعت بسرعة. يزعفوا بالخف، راني قلت لك يزعفوا بالخف. يعني شوفي منا وجاي الجزائريين، لا راح تلوح، تذكرني رايد وين. شوفي منا وجاي الجزائريين كي تقصديهم انا عارف انهم يوقفوا معاك، ايوه فهمي، ايوه اجا لكن كي تكمل المهمة هذيك ووقفوا معاك يعني، وانتي نجحتي في هذيك المهمة، قزم اول واحد تشكريهم الجزائريين، ما فيهاش هدرة، علاه يعاودوا يزيدوا يوقفوا معاك وما يسمحوش فيك، فهمتي؟ لا خلص انا لا تعلمت درس بجمعة، والله تعلمت. ايوه ايه انت لو كان جيتي كنا عند العجيز تاوعنا كي يسرالك، والله ما كي بيع ليلى، والله ما كي مكملت. العجايز دي شي فكرون همين؟ أسامة الله يحفظك، أسامة ريمي، أسامة يعني كيما ريمي أسامة. والله جايز حابة أوجه له شكر خاص ريمي. ريمي أسامة إنسان طيب ما شاء الله، رجال ما شاء الله عليه. هاي والله وقف معاك يعني، إنسان ما شاء الله يستاهل كل خير. ها على بالك باللي هو اللي قال لي يا ابو جمعه انا نتكفل يا اخي، قلت لك باللي انسان وراح كاين ولا ما كاش، ما قصر معاك ريمي اسامه، لا هو ولا اي احد اللي دعمني واللي كبس لي واللي شارك حتى لو بورده. الحمد لله. والمكمسين يا رويده، حتى المكمسين، حتى المكمسين شكوريهم. يا انت اللي جيت، هو وهما دايرين صبعتيهم مسكينه، يا صبعتيهم والله ما دلعوك. والله واحد يحكي لي يا رويده وش قال لي، على بالك وش قال لي، التليفون راح يوقف. راح يوقفه، لا من كثر التكبيس تليفوناتهم راح يوقف. شفتي شوفي واحد على بالك وش قال لي، والله كمان نقول لك، بعث لي رساله قال لي يا ابو جمعه اخويا، قال لي رويده من اللي بدات الجوله وانا نكمس، قال لي حتى وليت نعرق، قال لي بدلت التريكو، قال لي التريكو القميص، قال لي ولا يسيل بالعرق، قال لي بدلت. يا عمري اقسم بالله يا عمري هاني نقول لك، وانت تقول يا لازم الجزائريين تديرهم عن راسك، لازم لازم عليك. اذا تحبيني انا حبي معايا الجزائريين، شفتي هذاك اللي يروح يخطب بامراه، اسمعي شفتي هذاك اللي يروح يخطب بامراه ويقول لها شرطي امه وبابا، ها يشرط امه وابوه، ايه انا شرطي هم الجزائريين، أكيد. اذا تحبيني حبي معايا ابناء بلدي، اكيد اكيد. ايوه ها هو رويدة، العقلية العراقية تختلف شوي. لا لا ها هو دروك احنا رانا خاطبينك، مش انت كي خاطبتنا، لازم انت تتبعي العقلية تاعنا. رويدة هاو كيف هاو، هذه هي هاو كي ندير. ان شاء الله رويدة فيها خير اختي، وان شاء الله بربي ربي يعطيك ما تتمناي ويفرحك، وانا نلتقي بعدين. اتخيل اذا اني رحت يوم للجزائر وسووا لي شيء منيح وانا نسيت نشكرهم، ايش راح يصير؟ ما فهمتك كيف كيف؟ لا لازم ذاكرتي تكون قوية. صح صحي والله ما فهمتك، شو قلتي؟ اقول لك تخيل معي، اوكي، انه ما كانت يعني في الجوله، انه انا كنت بالجزائر وصاير فتشي وانا نسيت نشكرهم، مثلا مثال، شو راح يصير فيا؟ والله يا رويده قسم بالله، شوفي الاولى هم سامحوك، لكن الثانيه والله ما يسامحوك، انا نعرف العقليه الجزائريه، هذه هم فوتوها لك. علاه يفوتوها لك؟ يعني مهما تديري تسيبي لهم اعذار ومنا ويقولوا هاي المره الاولى تاعها معليش وهما شو حنان ومنا خليها معلش، بصح لو كان تعاوديها دير بالك بلا ما يكملوا معاك ويكملوا معايا، وانا هي كملوا معايا نكملوا معاك حتى هنايا. لا تتوا وراي عليك.
لافتة لافتة المرة. لا لا، ان شاء الله ان شاء الله فيها خير، ان شاء الله ان شاء الله نبغى نضحك ان شاء الله. يلا اتركك تلعب مع باقي اصدقائك وان شاء الله عد بعدين هلا في روحك، هلا في روحك رويدة. سلام. شكرا 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 شكرا.